أشقاء لاعبي المنتخب الوطني تؤازر الأسود قبل مواجهة النشام. ننتظر هاي المباريات بفارغ الصبر، منتخب مزيج من اللاعبين، منتخب شباب ومنتخب واعد، أتمنى لهم كل التوفيق. طبعا أكيد إنه نحكي ويا مهند ونوصي على يبذل قصارى جهد إن شاء الله، هو وأيمن وأحلى الحماد وماكو أي فرق إن شاء الله. نوجه رسالة من خلال برنامجكم لكل أمهاتنا، لكل خواتنا، لكل أهلنا، انه يدعون الولدنا والاخوان اللاعبين ان شاء الله، هي اهم اداء ونتيجه ان شاء الله. احنا كنا داعمين للمنتخب العراقي، اول شيء صيغه اللاعب المحلي ولاعب المقترب واللاعب اللي جاي من برا، ولا هاي ماكو مسميات، هسه مسميات. كنا تحت شعار العراق، كنا نلعب تحت العراق، يعني هو اذا كان علي واذا كان اصدقائه كلهم بالنسبة لهم هم دا يحملون شعار العراق، وما هذا حامل شعار من جوا أزرق ومن فوق أحمر، فهو كلهم دا يلعبون على تحت العلم العراقي العفو. فإحنا نتمنى لهم كلهم الموفقية، أنا مو بس علي، أنا ترى كل اللاعبين عندي تواصل وياهم كلهم بدون استثناء، ولاعبين بروحية حلوة. فريق العراقي يعني بهاي التشكيلة المختارين والمحليين هم يعني عائلة واحدة، وإن شاء الله يفرحون هذا الجمهور العراقي اللي يمتاني منهم فرحة، وأتمنى من علاوي أن يسجل ويفضح هاي الجماهير العراقية، لأن علاوي لاعب مهم بالمنتخب وكل اللاعبين مهمين بالمنتخب، وإن شاء الله يا رب تكون فرحة لهذا الشعب العراقي. إن شاء الله الفوز، إن شاء الله الفوز على الأردن ونتيجة حلوة، وإن شاء الله يجيبوننا الكأس إن شاء الله بحق محمد وآل محمد حبيبي، إن شاء الله هم أبطال أبطال.